الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الحب في الله والحث عليه، قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لها حلاوة وعليها طلاوة، وهذه الحلاوة ليست مذاقاً باللسان، وإنما هي مذاق في القلوب، فليست هي كطعم العسل أو كطعم الحلوى، وإنما هي سعادة تكون في القلوب. وهذه الحلاوة التي تكون في القلوب هي أعظم من هذه الحلاوة التي تكون على اللسان، لأن هذه الحلاوة هي نتيجة الإيمان. ولذلك أعظم المراتب من وصل إلى هذه المرتبة العظيمة، فهذه مرتبة عظيمة لا يصل إليها إلا الكمل من عباد الله سبحانه وتعالى. فالصفة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذه لا شك أنها مرتبة عظيمة جدا. فالمسلم في كل أحواله لا بد أن يكون منقادا لله عز وجل، وأن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جاهد في هذا الأمر حق الجهاد وصل إلى هذه المرتبة العظيمة، وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يقدم شيئا على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عارض هواه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قدم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كان هذا ديدنه وجد حلاوة الإيمان في قلبه ولا بد. وهذه الحلاوة ليست حلاوة الدنيا، وإنما هي حلاوة الآخرة، وهي نعيم معجل من نعيم الآخرة في هذه الحياة الدنيا. فقد يذوق هذه الحلاوة من هو أفقر الناس، وقد لا يذوق هذه الحلاوة من هو أغنى الناس، لأن هذه الحلاوة مدارها على القلب. ولذلك على المسلم أن يحرص عليها كل الحرص، وأن يعلم أنه ما خلق في هذه الدنيا إلا من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. فإذا عرف هذه الغاية وسعى في تحصيلها وتكميلها وجد هذه الحلاوة العظيمة التي تكون في القلوب. والثانية قال: وأن يحب المرء، وهي الشاهد لهذا الباب، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولا شك أن المحبة الشخصية قد يعتريها ما يعتريها من الأمور الدنيوية، إما من أجل مال، من أجل نسب، من أجل جمال، من أجل جاه، إلى غير ذلك مما يحب فيه الناس اليوم. ولكن إذا خلص هذه المحبة من كل هذه الشوائب وجعلها لله وفي ذات الله عز وجل حصل هذه الحلاوة. ولذلك على المسلم أن يسعى جاهدا أن تكون محبته لإخوانه محبة لله عز وجل وفي ذات الله سبحانه وتعالى. وعلامتها كما ذكرنا أن تكون هذه المحبة فيها النصح والإرشاد والدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه المحبة الصادقة، أن تحب المرء من أجل دينه، من أجل صلاحه، من أجل قيامه بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذه المحبة من وصل إليها وجد حلاوة الإيمان. الثالثة قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وهذه تكون لمن كان كافرا ثم أسلم،
لأن من كان كافراً ثم أسلم يجد حلاوة الإيمان، لأنه عرف فضل الله سبحانه وتعالى عليه. لو مات على الكفر الذي كان عليه لكان مصيره نار جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين، فيستشعر هذه النعمة العظيمة. فإذا استشعر هذه النعمة العظيمة فإنه يكره أن يعود إلى الكفر، كما يكره أن يقذف في النار. فمن كانت هذه حالته وجد حلاوة الإيمان في قلبه. فعلى المسلم أن يسعى جاهداً إلى تحصيل هذه الأمور، لأن فيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ولا شك أن هذا الحديث يحتاج إلى شرح موسع لما فيه من الفوائد العظيمة، ولكن سنذكر بعضا من فوائده لعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بها. أولا، في قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يوم القيامة يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، الرجال والنساء، الصغار والكبار، العبيد والأحرار، كلهم على صعيد واحد، وتدنو منهم الشمس على مقدار ميل. فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى ثدييه، ومنهم من يصل إلى ترقويه، ومنهم من يجيمه العرق إلى الجامع. ولكن هناك طائفة، بل طوائف وصفات تصفوا بها، يكونون في الظل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. وهذه منقبة عظيمة لمن تصف بمثل هذه الصفات، ومنها ما جاء في هذا الحديث. وهذا الظل الذي ذكر في هذا الحديث جاء عن أهل العلم من أهل السنة أن المراد به ظل العرش. وقال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن هذا الظل من أحاديث الصفات، يمر كما جاء، كما نمر صفة اليد وصفة السمع والبصر، نمر أيضا هذه الصفة، فهو من أحاديث الصفات: يوم لا ظل إلا ظله. ولكن لا نسأل كيف هذا الظل، لا نسأل كيف هذا الظل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن هؤلاء الذين يكونون في هذا الظل إمام عادل. الإمام العادل يعني الحاكم الذي يحكم المسلمين، لا بد أن يكون عادلا، فإن كان عادلا فإنه يكون في هذا الفضل العظيم. أما إذا كان ظالما جائرا فإنه لا يدخل في هذه الفضيلة العظيمة. وهذا فيه فضيلة الإمامة لمن كان عادلا فيها، فضيلة الإمامة لمن كان عادلا فيها. أما من جعل من الإمامة مجالا لظلم الناس والتسلط عليهم فإن هذه الإمامة تكون يوم القيامة وبالا عليه. قال: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. وهذه لا شك من أعظم المناقب، أن ينشأ الشاب الذي له فتوة ويحب اللعب واللهو، ولكنه يعرض عن هذا كله وينشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا من المناقب العظيمة لمن تصف بهذه الصفة العظيمة، أن ينشأ الشاب في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: ورجل قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق في المساجد، إذا خرج من المسجد ود أنه عاد إليه. فهذا الرجل الذي تعلق قلبه بالمسجد فإنه يكون في هذا الفضل العظيم، نسأل الله من فضله. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. وهذا الشاهد لهذا الباب، رجلان اجتمعا في الله، تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الذي جمعهم محبة الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى. فعندما كانت هذه صفتهما
كان الفضل لهما بأن يدخلا في هذا الفضل العظيم بأن يكونوا في ظل الله عز وجل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، دواعي الزنا جاءت إلي، لم يذهب إليها، جاءت إلي، دعته امرأة ذات منصب وجمال. وهذا أعظم ما يكون في الدعوة إلى الزنا كما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام، ولكن قال: إني أخاف الله. وهذا فيه أن الإنسان إذا دعته نفسه إلى معصية فإنه يتذكر نظر الله سبحانه وتعالى عليه، يتذكر نظر الله سبحانه وتعالى وأن الله مطلع عليه، فإن هذا من أعظم ما يردعه عن الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا فيه فائدة وفضيلة صدقة السر، مع أن الصدقة في العلن لا بأس بها، خاصة إذا أراد الإنسان بذلك أن يقتدي به الناس، ولكن لا شك أن صدقة السر هي الأصل وهي الأفضل، إلا إذا كان الإعلان فيه مصلحة راجحة فإن الإعلان يكون أفضل. وآخر قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خاليا يعني ليس في ذكره لله لا رياء ولا سمعة، في ذكره لله عز وجل لا رياء ولا سمعة، خاليا ليس معه أحد، فهذا دليل على إيمانه ودليل على صدق خشيته وخوفه من الله، فكان جزاؤه أن يكون في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. وهذه السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست على سبيل الحصر، فقد وردت حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس يكونون في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، ولكن هذه الطريقة من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تقريب العلم ومن أجل حفظ العلم. ثم قالوا عنه أي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول. وهذا هو حديث القدسي، وحديث القدسي كلام لفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، فهو كالقرآن من حيث هذا المعنى أن لفظه ومعناه من الله عز وجل، ولكن يختلف عن القرآن في أمور أخرى، فالقرآن متعبد بتلاوته، والقرآن محفوظ من النقص والتحريف والتبديل، بينما الأحاديث القدسية فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع إلى غير ذلك. فهناك اجتماع بين القرآن والحديث القدسي في أن كلاهما من الله لفظا ومعنى، ولكن قد يختلفون في أمور أخرى كما ذكرنا بعضا منها. فيوم القيامة يقول الله تعالى: أين المتحابون بجلالي؟ وهذه فضيلة الحب في الله، يعني أحبوا من أجل الله عز وجل، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهذا الحديث كالحديث السابق في معناه. آخر ما معنا في هذه الجلسة قال وعنه أي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وهذا الحديث كلنا يحفظه، هذا الحديث كلنا يحفظه، ولكن هل نحن نستعمل هذا الحديث استعمالا كما علمنا؟ فلينظر الإنسان إلى نفسه، فهذا الحديث من أسباب محبة الله، من أسباب محبة الله لعباده، وهو سبب محبة العباد بعضهم لبعض. فإذا أكثرت السلام حتى بينك وبين رجل بينك وبين عداوة، إذا أكثرت عليه السلام فلا بد أن يزيل الله عز وجل ما في قلبه من العداوة عليك، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مجرد، الأصل أننا نصدق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى التجارب الشخصية التي وقعت عند بعض الناس أنه يقول: أكثرت السلام على عدوي حتى أحبني. فالسلام سبب للمحبة بين العباد بعضهم بعضا، وهذه المحبة سبب للإيمان، وهذا الإيمان سبب لدخول الجنة. فعلينا أن نفشي السلام وأن نكثر السلام، لأنه سبب لمحبة العباد بعضهم بعضا، وأيضا هي دليل الإيمان، والإيمان طريق الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.